أثابكم الله. في سؤالها الأخير تقول: ما حكم ما يسمى بعشاء الوالدين، وهو عبارة عن ذبيحة أو عدة ذبائح يذبحها الأبناء لوالديهم عن والديهم، سواء كان الوالدان حيين أو ميتين، وينادون عليها الأقارب؟ الصدقة عن الميت مشروعة، سواء باللحم أو بالطعام أو بالنقود أو بالكسوة، الصدقة عن الأموات مشروعة وفيها فضل عظيم، ولكن لا يتحدد ذلك في وقت معين يظن أنه أفضل للتصدق عن الميت، بل حسب الحاجة، متى ما وجد محتاجا أو محتاجين تصدقوا عليهم في أي وقت وفي أي مكان، ويصل ثوابها بإذن الله إليهم. نعم.